الكافر العدو الله سبحانه وتعالى، الله يعذبه فد عذاب اللي ما حاسب حسابه. يقول وجاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. احيانا العذاب يجي من حيث لا يحتسب، احيانا الرزق يجي بدون ما تحتسب. الرزق اللي يجيك بدون ما تحتسب عن طريق تقوى الله، العذاب اللي يجي بدون حساب عن طريق معصية الله تعالى. فيا اخواني يا اخواتي، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. تقوى الله زاد للمعاد، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تقوى الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة. زين.